كانت على لحظة هتفضحنا قدام سامي. عم قلك عامر، من وقت ما فرجتني العقد وخبرتني عن اللي صار بيناتكم حسيتها شاكة بشي. ما تقفري فرح، ما بدك الهالقد. بجوز يعني بجوز تكون شكيت بشي، بس خلص يعني أنا وياك تصرفنا صح قدامها وقدام سامي. ما تقلقي. رجعت حكيت شي من بعد ما فلينا؟ أبدا، ما جابت سيري. ما بدي اجي لهون، خايف كتير عامر. حبيبتي اعطيني الريموت اذا بتريدي. عندك فحص للحبل؟ فوتي. يمكن لازم ينعملوا الفحوصات، وإذا طلع ابن العامر يمكن لأحسن تعطيه لصلاح. مستحيل، شادي ابني مستحيل حدا ياخده مني. حتى لو افترضنا مش ابني، بالنهاية هو ابن فرح. لساتك بتحبه؟ ما بعرف، عودي كثير بطل حبها، بس كل مرة بفكر اني خلصت منها ومن المشاعر اللي جواتي بتيجي لحظة وبتنهار كل الدفاعات اللي عملتها. ما بعرف إذا بعدني بحبها، ما بعرف إذا رح أخلص من الحب. وإذا بتحبها كل هالقد كيف قدرت تخونها؟ أنا ما عدت عم بفهم عليك ولا على حالي ولا على حدا. منحب ومنخون، وأي حدا في ياخد مطرح أي حدا، أو فجأة بيخلص الحب وبيطلع ما في مشاعر من الأساس ولا في حب. سامي عن جد هو في حب؟ عن جد في حب؟ ولا هو وهم؟ وهم والحقيقة هي الحاجة. حب موجود، بس يمكن خياراتنا كانت غلط. بلا بلا، خياراتنا غلط. لازم امشي. Thank you.
منيح أنا تمام، عندي شغل. في شيء؟ عامر يمكن يكون حبلة. كيف عرفتي؟ هلأ عملت فحص، أعطاني خطين. هلأ في خط منه منه كتير مبين بس إنه واضح. روحي على مخبر نظامي وحللي هنيك. روحي اليوم ماشي؟ أوكي هلأ بشوف. حياتي وقت ما فتت وراسك بهالتليفون، احكي لك شي كلمة. يلا خلصت اللعبة. طيب تشرب شي؟ خليك قاعد أنا بكون بعمل شاي. ماشي. تكبر انت بتصير بتحملني هيك مثل ما انا حاملك صح؟ اه اخي الصباح لا تكبر ما فينا احملك ست كبير لا بابا بس تكبر بتصير بتحملني انا وماما مع بعض لا كل واحد بايد ايه تضلي قاعده بالبيت خديش امسي شوي طقس حلو اي هو هيك تعال بابا تعال بابا 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 تعال كنان جيبي جيبي يلا باي كنان باي ديري بالك عليها هلا بسمي حسب بدك تروحي اه كنان هرتاي تعي خدي ألو مرحبا أهلا وسهلا لو سمحت أنا مبارح كنت عندكم بالأوتيل مع عامر الباشا ونسيت خاتم ذهب أبيض على المغسلة بالحمام بدي عزبك تعطيني رقم الغرفة؟ نسيت رقم الغرفة ممكن تشوفه عندك لو سمحت؟ تكرم عينك لحظة لو سمحتي رقم الغرفة 145 ايه 145 لو سمحتي بتضلك معي لحظة لأتأكد من الهاوس كيبينج لا خلص ما في مشكلة أنا بركي برجع بحكي بعد نص ساعة شكراً كلك زو أهلا وسهلا مدام ألو مرحبا سامي كيفك؟ شو الأخبار؟ أنا ما حكيت فرح لأنه بعرف أنه عنده درس هلأ فقلت بلا ما أقاطعه شو الأخبار؟ شو عاملين اليوم؟ كمان اليوم طول بالشغل؟ مبارح عملت موفي نايت بالبيت ف كتير كان حلو هيك الفيلم وتمنيت لو تكونوا معنا انتوا شو عملتوا مبارح؟ يعني جيتي من الشغل تعشينا وسهرنا ونمنا انا بفضل انه سهرة تكون بالويك اند هيك بنبسط اكثر ايه اوكي خلص اكيد معنا سلم على فرح يلا باي باي هرتاي هرتاي ديري بالك على كنان أنا واصلة مشوار وراجعة
شو في؟ شو بك؟ ساعة عم تقلي ما فتحت. قلت لك بالحمام. تعال هون شو خصك انت؟ لك شو بك؟ انت مين مفكر حالك؟ خلص بقى شو عم دور على صاحبي؟ مع مين صار لك ثلاث ساعات عم تحكي على الرصاص؟ مع واحد مريض مريض. طيب طيب ماشي ماشي يلا معي ما عندي بدي اطلق قلت لها قلت لها انا كيف عايش وشو صاير فيه قلت لها انا جننتني انا اليوم فقدت عقلي بعترف انا اليوم جننت طاروا الفيوزات اللي براسي بس هي وصلتني لهون بس انه تمد ايدك عليها معقول يا زلمه المره مسكر راسها قالت لي بيا مش ضاربها كل حياتها تيجي انت هلا تمد ايدك عليها انا جنيت شو بعمل قل لي شو بعمل ما فيك تعمل شيء الوضع بيناتكم صار صعب كتير ما بفتكر رح تمرق لك اياها وترجعوا عادي هيك مثل ما بفكرك يعني مشي مشي نعمل لها فتله بالسياره تغير جو شوي ما رح اتركك لوحدك هون مشي قوم لك يلا لي مبروك لي إذا طلعت حبلي حقلك تبارك لي ايه منيح منيح لا ليش بدي خاف بس مو وقتها هلا طيب امتى بدنا نلتقى فيكي نشوف بعض اليوم طيب شوفي اذا فيكي تزبطيها انا اشتقت لك طيب خبريني باي مرحبا ابو سامر اهلا مدام لينا اهلا وسهلا وين فرح يا حجوبه عم تتمرن امتى خلصت مبارح؟ متلعدي الساعة 8 8 طلعت من هون؟ لا تأخر كتير لطلعت كانت جوا بالمكتب عم يظبط الحسابات في شي مدام؟ لا لا أبدا يعطيك العافية الله معك لينا شو في؟ فوتي.
سامحه، ما فيني، جرحني من جوات قلبي. لينا طولي بالك، يمكن يكونوا مخربتين بالقتال، بعدين ما بعرف، سألي فهم منه. أعطيه فرصة. فرصة لشو؟ ليرجع يكذب علي ويضربني ويهيني. كل ما بتخيله مع مرة تانية بتقرف منه، بحس معدتي عم تقلب. لينا كلنا بنغلط، ويمكن هي تكون أول مرة. أول مرة مثل عاشر مرة ما بتفرق. لا بتفرق، بتفرق بين إنه تكون نازمة ويكون هو واحد نسونجي. ما بعتقد عامر من هيدا النوع. مسح بكرامتي الأراضي. ليش هيك عم يعمل فيني؟ لك بحياتي ما قصرت معه. بتصير لينا بتصير. كل المتجوزين بحسوا بالملل وخصوصا الرجال. ياما في منهم عاملين أكثر من هيك. ليش فكرك أنا مالي مالي؟ بتجيني أوقات ما بقدر أسمع صوته، لك ما فيني شم ريحته وهو جنبي على التخت. لينا كلنا بيبرق علينا هيك أيام وبيقطعوا. إيه بس ما منخون. ليش أنا ما خنته؟ ليش سامي ما بيخونك؟ ليش أنت ما بتخوني لسامي؟ ليه؟ هي ما لها حجة. روقي لينا، طولي بقلك. على القليلة كرمال كنان. إذا كبر ابنك وعرف إنكم طلقتوا لأنه بيو خانك، حتكسري له صورته لعامر كبي، وكنان رح يكرهه. ما حتسامحي حالك. ما تنزعي حياتك وحياة ابنك لأنك معصبة هلا. الحمد لله الحمد لله. ليك بحكيك بعدين، اجاني ناس. باي باي باي. اهلا اهلا، نورت. كيفك سامي؟ شو هو الموضوع المهم اللي بعت وراي كرماله؟ شو بيك جايك انك بك تخانق؟ بتحكي علي وعلى لينا لحماتها؟ انت متذكر انه انا بين خالتك ولا ناسي لها التفصيل؟ لا مش ناسي، متذكر كثير منيح. بس بهمني صاحبي ورفيق عمري وشريكي المكبوب بالمستشفى كمان، ما تكون المي ماشي من تحت وهو مش عارف بشيء. طول عمرك هيك. بالنسبة لك ما بيجتمعوا مرة ورجال إلا ما يكون في شغلة وسخة بيناتهم. يا الله يا سامي، دخلك قلت لي وين كنت وقت الجريمة؟ كيف عرفت؟ لك شو قصتك سامي؟ وين عايش أنت؟ بهيدا البلد ما بيتخبى شيء حبيبي. فوت فوت حتى نحكي شيء يفيد، ما بدي اتخانق انا وياك. فوت. بليز بدي اثنين قهوه لعندي على المكتب، وضروري واحد يكون ساده لابن خالتي. ثانك يو. سامي اسمعني بليز، طن صباح بدها توكل محامي وترفع دعوى تثبيت نسب لشادي. ما حدا رح ياخد ابني مني. اللي بجرب يمد ايده على شعره من شعراته، اللي بيوقع على مخدته، ما رح يلوم الا نفسه. سامع؟ صدقني انا فهمان عليك وبعرف قد ايه الوضع صعب، بس اذا في شك 1% المحكمه رح تطلب فحوصات وانت رح تنجبر تعملهم، وبعدين لحق على جرجره ووراء ومحامين ودفع مصاري. سامي انا نصيحتي لك تقعد مع طنط صباح وتتفاهم وتحلوا هالقصه بالتراضي بلا وجعة هالراس. قلت لك ما حدا رح يقرب على ابني. يا خيي انت اذا متاكد انه خاصه بابنك اعمل له الفحوصات وخلص بقى، ليش خايف؟ واذا مش ابنك الى حق صباح تاخده، حتى احسن لك ولالن وللصبي كمان. مش هيك الحق بيقول؟ والله بمطارح نحن حقانيه وبمطارح تانية الحق بصير وجهه نظر. انا اول واحد حملته لحدا الولد، أول واحد
حممته ولبسته وطعميته وسهرت عليه لما كان يمرض. أنا أول واحد حلمت بمستقبله، حلمت سوي له حياة أحسن من الحياة اللي أنا عشتها، واللي بيجرب يمد إيده عليه أو يجرب ياخده مني أنا رح أقتله. سامي شو في؟ أم العامل بدها ترفع علي دعوة، بدهم يعملوا فحص دي ان ايه لشادي ويشلحوني اياه. اللي جاي وما قدرت له شيء. لاني بعد تيجي مالي طايق اشوفه بقعد بالغرفه الثانيه. هذا اللي كان ناقصني صالحك انت ومرتك. انا فايت اعملكم قهوه. شكرا فرح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفك سامي؟ يا عامر كيف كينا؟ سهلا سامي، عايزتك دقيقة. يلا. شو بهم؟ شو صاير لهم؟ شو؟ يعني ما بعرف، ما بعرف شو الحل، ما بعرف. من دون شي صبر رح يكبر وحامل عقدة أمه، ومستحيل تخبي عليه. رح يكبر ورح يعرف، بده يعرف. طب انا شو اعمل؟ ها قولوا لي شو اعمل وكيف اتصرف. راسي مسكر وايدي مربطين وجسمي كله مشلول، قولوا لي شو اعمل بس. خد شادي وفلو سافروا قبل ما ترفع دعوة عليكم صباح. سافروا، خدوا ما بعرف على غير قارة، على كندا، امريكا، استراليا، ما بعرف شي محل ما حدا بيعرفكم فيه، وبلشوا حياه جديده من الاول. ماما شو رايك؟ خديني على اوضتي، تعبانه شوي. ماما ماما سامي بليز، ماما ما بعرف شو صار لماما. ماما ماما
لا لا ماما شو بدنا نعمل ماما ماما شو بدنا نعمل ماما روحي شوي حبي تحكي بسرعه او تصير اسعاف روحي يلا يلا الله يسلم عمرك. لينا قادرة تكوني معي اليوم؟ أنا اليوم لوحدي؟ نور نفسيتها كثير تعبانة. بعرف إنك مش حابة تكوني بس. ماشي. رح تروحي؟ عيب قل له لا، واجب اني روح. طعمتوا نيمتوا شوي جد ما تغزوني عذبكم معي إذا عزتنا نحن هون شكراً كثير شكراً كثير لكم شكراً طولي بالك خربت عيلتنا خربت حياتنا موتت أمي ما بعرف ما بعرف شو بتعمل ما عم بعرف فرح كل حياتها أنانية كل شيء لإلها بدها كل شيء لإلها لينا سوري اللي عملته فيك كيف تمرق رياها هي؟ كلمة آسف ما طلعت منه جاي رجعني على البيت هيك كأني مسهرية في عالم صعب تطلع منهم كلمة سوري بس بحاسسوكي فيها بتصرفاتهم منك شايفتي عم يعمل مستحيل كرمال يراضيكي؟ عم يعمل مستحيل كرمال يجي ياخذ ابنه وبالمعيب ياخذ اللي عم تربيه لينا عن جد تعبتيني ماني عارفة شو بدي اقول لك بعدين ماني عرفتك هالقد عنيدة إنه ما عليه بيطلع له الواحد مرة يغلط بالحياة معقولة تخربي كل شيء بعائلتك من وراء أول مشكل حقيقي بيصير بيناتكم؟ أنتي حدا كتير منيح أنا آسفة على شو عم تعتذري؟ للحظة شكيت انه بينك وبين عامر ممكن يكون في شيء مجنونة انا اسمع عيد اسمع مرة في واحد ربح مليون دولار اتصل بمرته قال يا مرة أنا ربحت مليون دولار ضب شنتك قالت له شو بحط فيها الصيفي أو الشتوي قال له حطي فيها اللي بدك إياه المهم بس ارجع بعد ساعة ما لقيك بالبيت شكله مستني هاللحظة حدا مصدق ليك هلا انت علاقتك التاني جد او تسليه؟ قلت لك نزوه يعني ما حرزانه تنحسب علي خيانه
فيك تسميها صيانة. أي صيانة مو خيانة. قلي هلا أنت ما بتمرق لك هيك قصة من فترة لفترة؟ أنا مش تبع هدول الخبريات. بعدين أنا ما بتزبط معي أعمل علاقة برات البيت. مش معناتها أنت الغلط وأنا الصح، بس كل بني آدم عنده طبعه. بعدين ما تنسى بعد هلا ما جبنا أولاد، يعني بعدنا عرسان. يعني ما بتمرق؟ إذا بدك مرق بمرق. بتمرق؟ لا ما بمرق. ألو يا حياتي. إيه منيح، يلا ماشي ماشي، باي باي. والله فرح طلعت قدها. شو؟ مبروك رقت لينا. نطلع لفوق؟ قوم نط طعمي هالدجاجات شوية خبز قبل شوية طعميتهم. لك هلا كسر لك شوية حطب، عمل لك شي شغلة بتنفع. قوم لك قوم تحرك يلا. عادي عادي عادي. وجاني ظهري و أخذت حبي بس ما مشي الحال. طب رحت عند الحكيم؟ ما فيش داعي للحكيم هلا. لشو هلا تسطيحة ساعتين؟ شو خبريني شو صار معكم؟ بعد ما صار شيء. ولأمتى؟ شو ناطري؟ إنه القصة منها هالقد هينة تتصير بليلة وضحاها. والله أنا شايف كل شيء هين إلا طريق الصح. أنا عم بحكي معك هالكلام لأنه بعدين ما بدو يقولوا إنه خيك كان بيعرف وساكت. مش كتير حلوي بحقي وبعمري. فؤاد قلت لك بدنا شوية وقت. بسيطة. موجوع؟ لا يا أنا مش راح يمشي الحال. لازم نروح لعند الحكيم. طب قوم أنا باخدك. لا لا ما في داعي. بس لازمني مصاري 300-400 دولار زائد كشفية وصور، وبتعرفي كل شيء غالي بالأيام. هي 500. مرحبا سامي. خير؟ شو بك؟ ما رحت لنا تفضلوا؟ عندي موعد بالشغل مضطر اني امشي. مش رح ناخد من وقتك كثير. بدي احكي انا وانت شوي. تفضلي. تفضلي عم اسمعك. تفضلي. هي صورة لعامر لما كان بنفس عمره. طلع فيها. شوفها سامي شوفها.
فهمت. شو يعني؟ اطلع فيها منيح وشوف قديش بيشبهوا بعض هو وشادي. إذا بتحبوا لهالولد عن جد وبدك مصلحته، خلينا نعمل هالفحوصات بدون محاكم وفضايح جديدة. فيني أحمله شوي؟ ابني ما بيحمله حدا غريب. يلا أنا مشغول، تفضلوا مع السلامة. شو يعني؟ عم تشحطنا من بيتك؟ فهمها مثل ما بدك. شو عم تحاول تعمل سامي؟ إذا هالدعوة بتروح على المحكمة وفحص الدي إن إي بيثبت إنه هالولد هو ابن عامر، طنط صباح رح تقشتك هي غصب عنك. بيني وبينكم المحاكم، إذا في احتمال 1% إنه هالولد ابن حرام، عمول هالفحوصات وارتاح بقى، ولا بس متمسك فيه لأنه من ريحة المرحوم. برا! بدكم تاخذوا لي ابني يا كلاب! يلا! بدكم تاخذوا لي ابني؟ ها؟ يلا! أنا كنت محاسبة بالشركة قبل ما كريم يتهمني بالسرقة ويشحطني. شو هي المعلومات المهمة اللي كنت بدك تخبرينا إياها على التليفون؟ أنا بعرف مين اللي قتل فرح حبيب وحاول يقتل عامر الباشا. مين؟ كريم حداد. كريم هو القاتل.